سؤال لطيف يقول: أنا أجرت عقار، شقة مثلا أو بيت لأحد الناس، أخذت منه مبلغ تأمين، هذا المبلغ وديعة، مفهوم الوديعة أن أحتفظ بها لكي أردها عند انتهاء المدة الإيجارية وتسلم العقار ليس فيه عيوب، لكن أنا في الحقيقة لا أضعها داخل المظروف واختم عليها ووقع عليها، أنا أحطها في جيبي زيها مثلها شأنها شأن أي مال آخر، وألتزم في ذمتي إذا جاء وقت تسليمها أجيب له مبلغ، فقد أستنفق هذا المال في طعام، في شراب، في إجراءات أخرى، في مصالحي، في شؤوني، لكن أنا لم أكن معنيا بحفظه بعينه داخل صندوق أو داخل مظروف وأغلقه وأختم عليه ووقع عليه، لا أفعل هذا. فهل هذا التصرف صحيح في مشكلة شرعا تكليفية؟ نقول له: يا رعاك الله، الأصل في هذه الأموال أنها ودائع، صح؟ الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه هو، لا على أن ترد بدله، ولهذا لا يصدق على ودائع البنوك أنها ودائع، لأن البنك لا يحتفظ بها داخل صناديق حديدية مغلقة لكي يردها إليك بعينها، بل يلقي بها إلى خزائنه، يضيفها إلى أمواله، يعقد منها قروضا للمستقرضين منه، ويبقى ملتزما في ذمته بمبلغ لك، إذا جاء إذا طالبته به وفاه إليه. التكييف الصحيح لهذه العملية أنها قروض وليست ودائع. القرض تمليك للمال على أن ترد بدله، الإيداع توكيل في حفظ المال على أن ترد عينه. فالذي يحصل عندما تدع أموالك في حسابات جارية في البنك أن البنك يخلطها بأمواله ويستنفقها ويعقد منها قروضا ويدبر بها شؤونه، وإذا طلبته بها وفاك إياها من أمواله الأخرى، فهذا يصدق عليه تكييف القرض. ولهذا قالوا: إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو شيئا آخر مما يهلك بالاستعمال اعتبرت الوديعة قرضا. هذا تكييف الشرع وتكييف القانون، فاتفقت الشريعة والقانون على هذا التكييف. فالأصل في حالتنا هذه أنك تأخذ المال تحطه داخل مظروف تقفل عليه، وإذا جاء صاحبه يطالبك به بعد أن يكون قد أدى ما عليه تسلمه إياه، إلا إذا جرى عرف بين الناس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا جرى عرف بين الناس أن المؤجرين لا يحتفظون بهذه الودائع بعينها داخل مظاريف مغلقة في صناديق حديدية أو غير حديدية، إذا جرى عرف الناس على استنفاقها واستهلاكها وتقديم بدلها فقط بيختلف التكييف، هذه لم تعد ودائع أصبحت قروض. إيه الفرق بين الوديعة والقرض بالنسبة لمن حازها بيده؟ أن الودائع لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، بينما القروض تضمن في جميع الأحوال. يعني مثلا إذا أودعت عند أحد من الناس مبلغا من المال أو شيئا، سيارة أو مكتبة أو شيء، على أن يحفظه لك إلى أن ترجع، فبذل في حفظه ما يبذله في حفظ أمواله، ما فرط وما تعدى، لكن هذا الشيء المودع أصابته جائحة سماوية، ركن العربية قدام البيت زي ما هو ركن عربيته أيضا، فجاءت حادث ضربت العربية دي أفسدها، أو سقط عليها شيء من طبق أعلى دمرها لأي سبب، ما دام لم ينسب إليه تفريط ولا تعدي فهذه المصيبة لا تقع على عاتقه، لأن مصيبة متعلقة بالمال كان ستصيب المال سواء كان عندك أم
أم كان عنده. فمن كانت يده على المال يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. لكن المقترض تملك المال، دخل المال في ملكه وأصبح من جملة أمواله فدخل في ضمانه. إذا اقترضت مبلغ من المال وماشي مروح في سكة في البيت، طلع علي قطاع طرق وأخذوا مني المال عنوة، المقرض ليس مسؤولا، أنا تملكت المال، دخل في حيازتي في ملكي، دخل في ضماني، فأنا مسؤول عنه بتفريط أو بغير تفريط، بتعد أو بغير تعد. هل ظهر الفرق بينهما؟ الفرق بين التزامات المودع والتزامات المقترض، بارك الله فيكم.